ورجعنا لكم في آخر فقراتنا من حلقتنا اللي أعتقد كانت فعلا استثنائية، واستثنائية عند ناس كتير جدا، مش بس جمهور الأهلي، استثنائية عند ناس أعتقد كانت نسيت مواقف كتير جدا أو تناست. في الفقرة دي احنا بنأكد عليكم لأننا عارفين اللعبة دي كويس، احنا ما بنتكلمش في رأي نسبي يتغير بتغير الوقت، احنا بنتكلم في شيء مطلق بتقوله ملوش علاقة ببطولة ولا بنتيجة مباراة ولا بوقت، لعلاقة بان انت لو عندك المبدأ ده هتفضل ثابت عليه الى الابد. نطلع ونشوف في اول فيديوهات فقرتنا الاستاذ شادي عيسى بيقول ايه. انه مرتضى منصور ليس رئيس لنادي الزمالك، لكنه يتعامل باعتباره صاحب نادي الزمالك. فهو صاحب نادي الزمالك، فقراراته هي اللي شغاله مش مجلس اداره. مجلس اداره فيهم اسماء ومفروض مستشارين وقصص كده، لكن انت ترى افعالهم يعني وادائهم، ومدير نادي او كان لواء ويتحول الى انه قائد كابو عجوز واقف في المدرجات بحركة الجمهور ويسقف لهم ويعمل وينزل ياخد اوامر من رئيس النادي، ينزل يقول اللي عاوز ايه ويغيره. دي قصه بتاعت مجلس اداره الزمالك، دي حاجه صعبه جدا. مهما كان رئيس النادي ديكتاتور و لو في مجلس اداره حقيقي ممكن يحجمه، لكن مفيش مجلس اداره في الزمالك. هتشوف يتكلم معايا يا جدع، الكلام الماسخ اللي انت بتقوله ده ايه الكلام ده؟ شيء صعب جدا والله يا جماعه. احنا نفسنا لما تناولنا شخصيات، هو تناولها في الفيديو زي اللي وقع علاء ميل، ادينا له كل احترام. الراجل بيتكلم في شيء انا مش عارف انت ما بتشوفه ازاي بتسلم عليه دلوقتي. غيرت موقفك، طب غيرت موقفك وانت معتقد ان الناس هتنسى الكلام اللي انت قلته ده، بس ده اولنا. لا ده برغم ان المنهجيه اللي بيتبعها الشخص اللي كان بينتقده شادي عيسى لم تتغير، لكن زي ما انت قلت اولنا نشوف التاني. انا مستغرب جدا انه في مساحه تتفتح من احترام التأليف يا كابتن خالد، ان يفتح له مساحه بهذا الشكل ولو لمده دقيقه، انه يخطئ في هذه في البشر ويغلط فيهم وبعدين يهددهم على الهواء تهديد واضح وبكل وضوح، وده اتهام انا بحمله مسؤوليه، ودي بقى هو براجل قانون وعارف، وكل اللي بيسمعه يعرفه انه اي شيء يحصل ليا او لابراهيم عيسى اخويا الكبير هو المسؤول عنه. هل ينفع وهل يصح ان اهل دايرته يبقوا مجموعه من البلطجيه يعدوا على الناس في بيوتها يضربوها؟ طيب. هو ده اللي هو رئيس نادي الزمالك الذي يدعي انه جاي من الحج، واصل انا ما بغلطش وانا مش عارف ايه، دي حاجه بتاعت ربنا، حسابك عند ربنا. دي حاجه بتاعت ربنا، حسابك عند ربنا. ولكن بما انك ذكرت الاستاذ ابراهيم عيسى، كان له تصريح شهير جدا ان هو خلى ابنه اهلاوي، لان دايما الاب بيتمنى ان يكون ابنه افضل منه. ده كلام الاستاذ ابراهيم عيسى. ايه يا استاذ ابراهيم عيسى، ما كنتش عارف تلحق شادي؟ يعني كان كنت اكسب فيه ثواب وفكره برضه زي ما هو زي ابنك بالظبط، اخوك الصغير زي ابنك. لكن الحقيقه ان الاستاذ شادي اللي كان مختلف ومستغرب وبيتساءل ازاي بيتم فتح الهواء ولو دقيقه واحده للتجاوز، بقى بيقعد ويسمع ساعات من التجاوز. يا احمد، الاساءه في حق البشر. شادي لما تجيله النزعه الافلاطونيه الاساءه في حق البشر. طب دلوقتي الاساءه في حق مين؟ مش بشر برضو. وعلى فكره عايز اقول لك معلومه، شادي ابنه اهلاوي، يعني والله قد تكاد تكون مفاجاه، شادي ابنه اهلاوي. طب ده شيء كويس جدا، هو برضو طبق نفس النظريه. نطلع ونشوف تالت فيديو. انا علاقتي بالكابتن اسماعيل يوسف علاقه اخوه ومحبه. بص لحظه بس هقول لك، انا بحكي لك علاقتي بيه هو يعلم جيدا يعني مدى الاخوه اللي بيننا ماشي. نعم. لكن انا بتكلم على انه كعضو مجلس اداره زيه زي الشريف الفار، كعضو مجلس اداره زيه زي الشريف الفار. مش دعوه بقى كابتن اسماعيل يرد، احنا بنقول وجهات نظر كانت بتتقال ومسجله ببرامج وعرضنا بالبرنامج بتاعها وعلى مسؤوليه صاحب الكلام. يعني هو وارد يكون دلوقتي شادي عيسى شايف ان الكابتن اسماعيل يوسف اللي له كل تقدير واحترام الوضع يختلف شويه عن الدكتوره شريفه الفار، لكن الحقيقه كان في نفس النطاق ده فكره بقى مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا عارفين اللي متابع شادي عيسى عارف ان هو بينتقد كتير جدا طريقه اداره النادي الاهلي، ولكن لما جه اتكلم بقى عن فكره الاداره هنا والاداره هنا كان له تصريح مختلف. نشوف شادي عيسى. هو مجلس اداره النادي الاهلي
مجلس اداره النادي الاهلي هل يوجد السابق ولا الحالي؟ لا الحالي. تمام الحالي طبعا. هل يوجد فيه اي معارضه داخل المجلس ولا لا؟ انا عارف بس بسال حضرتك. حتى قصادنا معلن قصادنا ما فيش، لكن الفكره ايه؟ لو في مجلس لا يعني لو كابتن خطيب خد قرار بان ان ان ما حدش هيشرب شاي مثلا، يعني مثل ان ما حدش هيشرب شاي النهارده، هل هيبقى هناك معارضه من مجلس الاداره ولا أكيد. لا؟ اكيد في حاجه طول الوقت احنا، انا ما عنديش مانع انه يطلع الناتج انه متوافقين، انه يطلع الناتج بتاعه بره انه هادي وانهم متفقين، ده على عيني وراسي. لكن اللي انا بتكلم فيه الجدل والمناقشه، ممكن يبقى فيه زي ما هو قال لو دخل هاني العتال وجورج هيبقى 6-2، فاي قرار هيعدي هيعدي. لكن المناقشه في حد ذاتها والحوار اللي هو المفروض الحوار والمناقشه اللي تفيد النادي. وهل حضرتك تعلم ان ليس ان حضر فيه جورج وحضر فيه العتال؟ اتناقشوا؟ لا اوعى اوعى تذكر تاني فكره جورج والعتال دي، هتوديك في مكانه تانيه مختلفه خالص. وده كان يا فارس احد اللي احنا دايما احنا من اول حلقه ماسكين كل اللي شغالين في قناه الزمالك عشان تشوفوا المواقف ازاي بتتغير وازاي الناس دي وصلت للمرحله دي. احنا مش بنقول يعني احنا بنقول لهم انتوا ليه وصلتوا للمرحله دي، احنا مش عايزين نوصف المرحله اللي انتوا فيها، لكن